مشاهدينا الكرام، تابعنا جميعا المكرمة السامية أوامر جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بتوزيع أجهزة حاسب آلي لمجموعة من طلبة جامعة السلطان قابوس من فئة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود. الأمر الذي يدعونا حقيقة للفخر والاعتزاز أن شركة عمانية تتولى توزيع هذه الأجهزة، وهي شركة عنصر للتكنولوجيا. سنتعرف أكثر على تفاصيل هذه الشركة وكذلك على توزيع هذه الأجهزة على مستحقيها، أكيد بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة السلطان قابوس، من خلال تواصلنا مباشرة مع معاذ بن أحمد بن زايد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة عنصر للتكنولوجيا. مساك الله بالخير الأستاذ معاذ، يا مرحبا وسهلا فيك. مساك الله بالنور أخ عبد الله، وسعيد تواجدي معك مرة ثانية هالمرة عن بعد، وتحياتي للسادة المشاهدين. حياك الله وسعيدين بالتواصل معك. يعني يمكن معاذ نحن التقينا في وقت سابق عندما دشنت الشركة خدماتها، واليوم حقيقة نشعر بالفخر والاعتزاز أن الشركة موجودة في الميدان هذه المرة بقوة، ونالت كذلك ثقة الجهات المعنية في توليها طبعا لعملية يعني تزويد الطلبة من جامعة السلطان قابوس لفئة الضمان الاجتماعي والدخل المحدود لمجموعة من الأجهزة، وهذه المرة شركة عمانية توزع وتنتج كذلك منتج عماني لطلبتنا، فنهنيكم حقيقة على هذه الثقة. الله يحييك. هذه الثقة وسام حملنا على صدورنا في شركة عنصر، وهذه أعطت دافع أكبر بالنسبة للإدارة التنفيذية في الشركة وأيضا كافة موظفين عنصر، ويعني سمحتنا أيضا أنه نتوسع أكثر في عملنا خلال الأشهر الماضية. ممكن خلال الخمسة أشهر اللي ما التقينا فيها صارت تغييرات كثيرة في الشركة، مثل هذه العقود اللي حصلناها سمحتنا أن احنا نتوسع في فريق العمل، وظفنا ناس جدد مصممين مهندسين، وأيضا الناس اللي معنيين بخدمات الدعم الفني في الشركة. فهذه الثقة السامية كانت يعني أكثر من مجرد توزيع أجهزة، ولكن أيضا سمحت لشركة عنصر بالتوسع أكثر في عملياتها وأيضا في تنويع مجالات عملها، ونحن قدرناها كثيرا وسعينا أن احنا نرد هذه الثقة السامية لجلالة السلطان بإثبات أننا كنا في محل هذه الثقة. ووصلني أيضا أن نحن تقريبا أول شركة وصلت الأجهزة مقارنة بالبقية، وهذا شيء جدا ممتاز بالنسبة لنا، وأيضا نطمح أنه نستمر في هذا العمل ونرد ثقة البلد في شركة عنصر بإذن الله تعالى. وأمكن بقدر ما هي يعني دافع، بقدر ما هي كذلك مسؤولية أن تتولى الشركة توزيع أجهزة أمر بها يعني جلالة السلطان للفئات المستهدفة. نتعرف يعني من خلالك معاذ مباشرة على تفاصيل توفير هذه الأجهزة، أجهزة عنصر لطلبة السلطان قابوس من الفئات المستحقة، وأكيد يعني مع الجهات المنظمة لهذه العملية سواء وزارة التنمية الاجتماعية وجامعة السلطان قابوس. هو الحقيقة كان التنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية، الأخوة في الوزارة جزاهم الله خير قاموا بعمل كبير بعمل إحصائيات ودراسة مواقع الطلبة وفي أي كليات، ومن ثم بدأ التواصل في أي كلية وفي أي جامعة شركة عنصر لتوزيع أجهزتها، فكان في أكثر من خيار. وسبحان الله يعني الفريق المؤسس لشركة عنصر من خريجي جامعة السلطان قابوس، وكان أول عقد كبير حالهم في جامعة السلطان قابوس. فالتوزيع بدأ في جامعة السلطان قابوس هذا الأسبوع، وأيضا في تنسيق آخر بيصير في الأسبوع القادم بالنسبة لتوزيع بقية الأجهزة. نعم، يعني الأمر الملفت معاذ أنه فريق العمل هذه المرة نقول كذا بين قوسين يشتغلوا من فوادهم، هم خريجي جامعة السلطان قابوس وهذه المرة أعمالهم منصبة كذلك لخدمة طلبة الجامعة من خلال توفير هذه الأجهزة. أكيد هي مناسبة خاصة لفريق العمل، كون أغلبه من أيضا حتى بالنسبة للموظفين أغلبهم من جامعة السلطان قابوس، فكانت مناسبة خاصة وأيضا دافع أكبر ل أن نقوم بهذا العمل بطريقة على أكمل وجه.
معاذ، مجموعة من الأسئلة والاستفسارات تصلنا من عدد كبير من طلبة جامعة السلطان قابوس، يمكن من الفئة المستهدفة، يعني عندهم فضول أنهم يعرفوا كذلك تفاصيل هذه الأجهزة، مواصفاتها، ما هي الجوانب التي تم مراعاتها في مواصفات هذه الأجهزة حتى تخدم بشكل كبير الفئة المستهدفة. وأتوقع أنتوا على معرفة واطلاع كبير بأهم احتياجات الطلبة عند استخداماتهم للأجهزة هذه. هي بالنسبة للمواصفات هذه تم اختيارها عن طريق أو وضعها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية. الأجهزة في عنصر يعني قابلت هذه المتطلبات اللي وضعتها الوزارة، وأيضا في أشياء إضافية موجودة معنا أضفناها، وأيضا تخدم العملية التعليمية بالنسبة للطلبة المتلقين. فمثلا على سبيل المثال كان من ضمن الإضافات اللي فوق المواصفات الموضوعة في الوزارة إن هي الشاشة تجي بلمس، وأيضا يجي معها قلم إلكتروني، فممكن أنت تستعرضها في وقت عرض البرزنتيشنز أو غيره بدون الحاجة إلى الكيبورد أو غيره. فشاشة لمس هذه إضافة من شركة عنصر في هذه المناسبة. المواصفات مثل ما ذكرت لك هي جدا ممتازة بالنسبة للطلبة. الانتل i5 بروسيسر، الميموري ايضا جدا اختيارهم كان ممتاز في الوزارة. فانا اعتقد انه مش فقط تم توفير الاجهزة لتوفيرها، ولكن ايضا للطلبة انهم يحتفظوا فيها ويستخدموها بشكل يناسب متطلباتهم في المرحلة الجامعية، وهذا الشيء المهم في الموضوع. طار زمني معين لتوزيع هذه الأجهزة على مستحقيها؟ وكذلك نتحدث يعني إذا كان هناك دفعات معينة أو آلية معينة نوضحها للطلبة والطالبات بما أنهم يتابعون الآن. بالنسبة لي مثل ما ذكرت لك في بداية حديثي، هو التوزيع أيضا المكرمة تشمل شركات أخرى، ولكن بالنسبة لشركة عنصر فنحن بدينا في هذا الأسبوع، والأسبوع القادم أيضا بنبدأ تنسيق معهم لتسليم بقية الأجهزة، وهي عددها لا يتجاوز 100 جهاز بالنسبة للدفعة الباقية. ولكن معظم أو غالبية خلينا نقول 90% من الأجهزة سيتم توزيعها في هذا الأسبوع، ويبقى عدد بسيط بالنسبة للأسبوع القادم إن شاء الله. كذلك الشركة على استعداد تام في مراحل ما بعد تسليم هذه الأجهزة، يعني يمكن تحدثنا في وقت سابق معاذ البعض يتساءل عن منافذ مثلا صيانة هذه الأجهزة، الخدمات اللي ممكن تقدمها كذلك الشركة في فترات لاحقة. طبعا احنا في بدايتنا كنا نتوقع انه تجينا مثل هذه العقود اللي يكون مستخدميها في مختلف مناطق السلطنة، فكان خيار انه يكون عندنا مركز شيء مركزي في مسقط مثلا للصيانة غير مجدي. فتعاقدنا مع شركات اخرى وحاولنا ان احنا ننتقي الشركات بحيث ان نستفيد منها شباب عمانيين للصيانة، فهم وكلاء للصيانة متوزعين في مختلف مناطق السلطنة. وايضا فتحنا المجال للبقية للانضمام بأسرة عنصر من خلال فريق الدعم والمساندة، فبامكان اي شاب عماني يمتلك مركز صيانة انه يتواصل مع شركة عنصر، وبعدها يتم تبادل الخبرات فيما بين المؤسستين بحيث ان احنا نشوف هل ممكن نشتغل مع بعض او لا، وبعدين عاد يكونوا وكلاء صيانة. فنحن عندنا وكلاء صيانة في مختلف مناطق السلطنة لتسهيل عملية ما بعد. قيمة مضافة يعني كذلك لبعض المشاريع الصغيرة المتوسطة العمانية، خلنا نقول اللي ممكن أنها تستفيد كذلك من شركات أخرى. وبما أننا نتحدث عن هذا النوع كذلك من الدعم، نتكلم يعني معاذ عن أهمية دعم الشركات الصغيرة المتوسطة، وكيف يعني هذا النوع من الدعم عندما يكون كذلك بهذا الحجم وبهذه الثقة يشكل دافع كبير لهذه المؤسسات وانطلاقة ما فقط تخدمهم هم، تخدمهم وتخدم غيرهم من زملائهم في مؤسسات. وانت الآن أشرت يعني قبل قليل في حديثك انه بإمكان الشركة انها تتعاون مع مؤسسات اخرى كذلك عمانية تقدم يعني خدمات، وبالتالي الاستفادة صارت على نطاق اكبر، سواء من ناحية توفير بعض فرص العمل للشباب العمانيين، وكذلك من خلال توفير الاعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في هذا الجانب.
هو واحدة من أهداف أيضا المجموعة العمانية لإتصال تقنية المعلومات التي تملك نسبة كبيرة من شركة أنصر هو تنشيط القطاع ككل. فهنا يجي دورنا إحنا في تنشيط القطاع المحيط بأجهزة الحاسب الآلي، وهذه واحدة من الخطوات اللي اتخذناها. أيضا نحن كوننا شركة كنا أيضا في مستوى أقل في وقت سابق نراعي هذا المؤسسات، نراعي هذه الشركات ونعطيهم الأولوية، وإذا كانوا يستدعي وضعهم التدريب أكثر في عندنا خطط أيضا للتدريب ولتطوير هذه الشركات بحيث أنها تصل للمعايير اللي نحن ننظر لها في شركة أنصر أيضا. فدعم الشركات اللي عمانية شغالة في قطاعات مختلفة طبعا كونها يعني تراعي أيضا الشركات الصديقة أو اللي في مستواها يساعد على تنشئة القطاعات المختلفة. أيضا مثل ما ذكرت لك يعني مثل ما ذكرت اللي هو تنشيط أو تسريع عملية الشركات، فنحن مجرد حصولنا على هذا العقود ساعدنا على تسريع خططنا في التوظيف على سبيل المثال. فمن التقائنا قبل 5 أشهر إلى اليوم نحن الآن ما يقارب 16 شخص، لما التقينا كنا تقريبا 3-4 أشخاص فقط. فمثل هذه العقود هي اللي تساعد شركات مثل عنصر وغيرها على التوسع وأيضا خلق فرص عمل، وفي وضعنا نحن خلق فرص عمل نوعية بحيث أن احنا أيضا نوظف مهندسين للتصميم وأيضا للابتكار وأيضا إضافة شيء حقيقي في قطاع التقنية. تفاؤلنا وفخرنا الكبير بكم كشركة عمانية يدفعنا أن كذلك نسألكم هذا السؤال، كيف تسعى شركة عنصر لتطوير منتجات جديدة؟ اليوم شفنا الجهاز الحاسوب، لكن أكيد نحن نطمح أن تكون هناك منتجات، خاصة إذا كانت هذه المنتجات تتواكب مع المرحلة القادمة سواء رؤية عمان 2040، ونعرف الآن كذلك العالم وتأثره وتوجهه بشكل كبير في يعني الثورة الصناعية الرابعة بكل محاورها، فما هي خططكم للقادم؟ بالنسبة لشركة عنصر كونها أيضا أحد شركات المجموعة العمانية للاتصالات تقنية المعلومات جدا مهم بالنسبة لنا تقديم الإضافة في التقنيات الناشئة مثل الإنترنت الأشياء وأيضا الذكاء الاصطناعي. فخلال كم أسبوع إن شاء الله من اليوم بيتم تدشين منتج جديد في أحد هذه التقنيات الناشئة، وهي بداية ستتبعها أيضا مشاريع كثيرة في هذا الجانب إن شاء الله. فالتركيز أيضا مع صناعة والابتكار في موضوع الحواسيب الآلية راح يتم إضافة نشاط آخر في التقنيات الناشئة مثل الإنترنت الأشياء اللي هي العالم يتجه لها حاليا. يعني الناس ممكن يكونوا سبقونا في دول أخرى، ولكن الآن بدأ العمل الحقيقي بالنسبة لنا احنا في شركة عنصر لأيضا اللحاق بهذه التقنيات وتقديم الإضافة فيها. فنحن مش فقط راح نقدم شيء موجود، ولكن أيضا راح نقدم إضافة حقيقية في هذا الجانب بإذن الله. ونحن نبدأ في منتجات إنترنت الأشياء كونها في في فيها فرص كثيرة وكبيرة في عمان وأيضا في دول العالم كله. نحن يا معاذ نترقب هذه المنتجات ونترقب جديد الشركة بإذن الله تعالى. إذا كانت هناك ثمة كلمة أخيرة أو رسالة أخيرة لكل من يستمع لنا ويشاهدنا الآن. بداية نتوجه بالشكر الجزيل لمولانا حضرة صاحب جلالة السلطان هيثم بن طارق على هذه الثقة لشركة عنصر وأيضا للشباب العمانيين كوننا كنا تقريبا شركة جديدة في السوق، ولكن أعطينا الثقة والحمد لله ردينا هذه الثقة في وقت قصير، وكنا أول شركة في توزيع الأجهزة هذه لمستحقيها. وأيضا أوجه شكري لوزارة التنمية الاجتماعية على عملهم وثقتهم أيضا في شركة عنصر، ورسالتي أوجهها لفريق عمل عنصر. أعتقد أنه الوقت جاء لي أيضا لفريق العمل أيضا ليفتخر بعمله خلال الفترة الماضية، والآن بدأت تظهر ثمار عملهم، وأيضا ندعوهم للاستمرار على نفس الوتيرة وتقديم الإضافة في قطاع التقنية. شكرا، شكرا جزيلا لك معاذ بن أحمد بن زايد الهنائي الرئيس التنفيذي لشركة عنصر للتكنولوجيا، شكرا جزيلا. شكرا لك أخ عبد الله، ونلتقي إن شاء الله في مناسبة سعيدة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا.